السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، زملائي الأعزاء الكرام في جامعة الكوفة وفي باقي جامعات العراق. اليوم إن شاء الله تعالى نعد فيديو بسيط جدا عن مسألة التسجيل الصوتي. مثل ما نعرف أنه جميعنا الآن نتابع ونعمل بمسألة التعليم الإلكتروني، في بعض الأحيان يوجه لنا الطلبة مجموعة أسئلة كثيرة، سواء كانت عبر المودل أو سواء كانت عبر الفيسبوك أو على التليجرام أو القنوات اللي نستخدمها مع الطلبة. في الغالب عادة يكون التسجيل الصوت الرد بالكتابة عن طريق الكيبورد أمر متعب ويأخذ وقت، وأضف إلى ذلك لا يعبر بعض الأحيان عن الفكرة التي يريد أن يوصلها الطالب إلا يوصلها الأستاذ إلى طالبه. لذلك من الأفضل هو القيام بإجراء تسجيل صوتي. عادة معظم المواقع اللي توفر لنا مسألة التسجيل الصوتي سواء كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على وسائل التواصل الإلكتروني، يكون عادة تسجيل الصوت باستخدام برنامج معين، وبعد ذلك نحول إلى ملف صوتي، ومن ثم نقوم برفع الملف الصوتي على الصفحات المختلفة. هذا الأمر عادة يأخذ وقت ومتعب، وخصوصا مع ضعف إشارة الإنترنت. لذلك أنا وجدت فد شيء بسيط جدا يمكن التعامل معه، وراح يسهل على حضراتكم الكثير من الأمور، فراح نتطرق إليه ونشوف شلون إنه مفيد هذا التسجيل الصوتي اللي يكون عادة لا يحتاج إلى مسألة إعداد ملف صوتي ورفع الملف الصوتي. طيب، ندخل على جوجل كروم ومباشرة نكتب talkandcomment.com talkandcomment.com. مجرد ما نضغط على ندخل على هذا الموقع راح يطلع لنا هذه الواجهة. عندنا الآن امتدادين، الأول إنه إذا أرد أنصب مثلا على الموبايل، والثاني إذا أرد أنصب مثلا على الحاسب اللي هو الجوجل كروم عن طريق الويب ستور أو عن طريق الجوجل بلاي. فأدخل على الجوجل الكروم ويب ستور باعتبار إنه أنا دا أنصب الآن على الحاسب، وأنصب الإكستنشن هذا اللي هو Talk and Comment Voice Not Anywhere. Add to Chrome. Add Extension. أوكي، الآن نضاف عندي الإكستنشن للحاسبة. مجرد ما بالحاسبة مالتي يطلع لي، راح تطلع لي أيقونة هنا، فقط أضغط عليها On Off وأتركها دقيقة ثواني، المفروض تتفعل الآن. وبعد ذلك على سبيل المثال أنا عندي مجموعة ويا الطلاب عبر الفيسبوك، أدخل عليها وأدخل على مجموعة التواصل العلمي اللي هي أنا عليها الغابة غرض ويا التواصل ويا الطلاب، المفروض تطلع هنا علامة مائية، سامع تأخر تطلع. طلعت العلامة المائية الآن هذه الموجودة أمامي. طيب شنو فائدة هذه العلامة المائية؟ الآن راح أراويكم فد مثال عملي وراح نشوف إيش قد مفيد له. على سبيل المثال هنا أنا عندي طالب، أنا طالب من الطلبة إنهم يكتبوا لي فد تقرير مؤلف من 1000 كلمة، والطالب كاتب لي هنا السلام عليكم دكتور، المقال بعد التعديل وين الرفعة؟ وأنا أريد أجاوبه، بدل ما أجاوبه وكتابه وكذا شيء مجرد أضغط على هذه الإيقونة. طبعا هذا راح تظل هذه الإيقونة المائية موجودة عندك بالحاسبة، وين ما تريد تقدر يعني تستفاد من عندها، مجرد أضغط عليها. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، يمكن رفع المقال بعد التعديل على المودل، لأنه المودل أنا فتحت الحسابات مالته، عفوا عدلت الإعدادات مالته بحيث يمكن أن يستطيع الطالب أنه يرفع التقرير مالته. طيب ما عجبني هذا الصوت، الآن خلينا نسجل مرة ثانية. السلام عليكم دكتور، المقال بعد التعديل وين الرفعة؟ عيني شفق، المقال تقدرون بعد عملية التعديل ترفعوه على المودل، لأنه أنا عدلت الإعدادات بحيث الطالب يستطيع أنه يرفع المقال أكثر من مرة. طيب الآن أنا انتهيت، مجرد انه ضغطت هذه علامة الإشارة بدأ يسجل الصوت مالتي، بعد ما سجل الصوت مالتي وانتهيت ضغطت علامة الإشارة الصح مرة ثانية طلع لي اللينك. هذا اللينك مجرد
أحدد النسخة copy وأسوي له paste. شو شلون راح يطلع الآن؟ أها شو شلون طلع؟ طلع عندي إشارة تسجيل صوت. مجرد الطالب هسه يضغط عليه راح يطلع له الصوت. السلام عليكم دكتور، المقال بعد التعديل وين الرفعة؟ عيني شفق. المقال تقدرون بعد عملية التعديل ترفعوه على المودل، لأنه أنا عدلت الإعدادات بحيث الطالب يستطيع أنه يرفع المقال أكثر من مرة. فبالتالي هذه العملية عملية جدا سهلة. طيب دكتور العفو، هذه نقدر فقط مثلا مو بس على الفيسبوك، على باقي المواقع الأخرى، على سبيل المثال مثلا تيليجرام. الآن يعني راح أدخل على التيليجرام. الآن هذا الدكتور علي مجيد كنا نتكلم قبل فترة على نشاط علمي معين، وعلى سبيل المثال أريد الآن أدز رسالة مثلا علي عبد الكريم. الآن راح أدخل منها مباشرة وأسلم عليه، راح أكتب طبعا العفو. مجرد أدخل على هاي الإشارة المائية وأضغط هذا الأوكي، يعني العفو، بمجرد ما أنه ضغطت على هذه رأساً يبدأ العداد يبدي يعد ويبدي يسجل لتسجيل الصوتي. هاي مو موجودة فقط على الفيسبوك، موجودة في أي مكان. زين، فمجرد راح أضغط عليها راح الآن أسلم على زميلي. السلام عليكم ورحمة الله، دكتور علي كيف الحال؟ إن شاء الله تعالى تكونون بخير حال وصحة وسلامة إن شاء الله تعالى وسط هذه الظروف الصعبة. خلينا نسمع أخبارك إن شاء الله تعالى، ما ينقطع الأخبار. سمعنا أنه حضرتك انتقلت إلى جامعة من جامعات بغداد. إن شاء الله تعالى تكون بخير حال وبصحة وعافية أنت والأهل جميعا. الآن أنا سجلت هذه الرسالة الصوتية، بمجرد أنه أضغط هذه الأوكي كوبي راح أدزل هي الآن على شكل رابط ودزت له. الآن هو يقدر مجرد أنه يدخل على الكومنت. لما راح يدخل على الكومنت، طبعا المسألة هذه بالواتساب بالفايبر راح يطلع له هيك، مجرد أنه يضغط راح يضغط على الرابط راح تنفتح له صفحة ثانية راح يطلع له تسجيل صوتي. السلام عليكم ورحمة الله، دكتور علي كيف الحال؟ إن شاء الله تعالى تكونون بخير حال وصحة وسلامة إن شاء الله تعالى وسط هذه الظروف الصعبة. خلينا نسمع أخبارك إن شاء الله تعالى، ما ينقطع الأخبار. سمعنا أنه حضرتك انتقلت إلى جامعة من جامعات بغداد. إن شاء الله تعالى تكون بخير حال وبصحة وعافية أنت والأهل جميعا. الآن دزيت مثلا هذه الرسالة، طبعا تقدرون تدزوها بالواتساب، تقدرون تدزوها بأي مواقع أخرى. المفيد فيها أنه أنت الشغلة المفيدة بها أنه ما تحتاج أنه مثلا ترفع ملف صوتي، مجرد رابط، يعني الكلام مالتك راح يسجل ويرفع على رابط وتدز الرابط وين ما تريد. فبالتالي راح يكون عملية تسجيل سهلة. الفائدة الأخرى أنه أنت ما تحتاج ذاكرة سواء كانت بالموبايل أو بالحاسبة، وأضف إلى ذلك أنه ساعة الساعة، يعني تبدأ رأساً ساعة الساعة يمك مفتوحة يقونين. أتمنى أنه كانت المحاضرة هذا التسجيل الصوتي مفيد لحضراتكم، وبالنهاية إذا استفدتوا من هذا الفيديو أنا محدثكم دكتور بسام كريم أخضير، أسألكم الدعاء لي ولوالدي. شكراً جزيلاً لحضراتكم.